الثاني وصلت في النهاية لرومارينيو اللي استدار وسددها في المرمى في الدقيقة 38، هدف التعادل لمصلح عن طريق ركنية عبد القادر الياس، ارتقاء جميل وبقوة في الزاوية. رومارينيو يعود في الدقيقة 88 انفراد يسجل هدف الثاني، وفي الدقيقة 85 تقريبا هدف مشابه هدف الثالث له شخصيا والفريق. ويعني الشوط الثاني ما كان في شيء حتى